مستحيلة هي البرازيل، الأنغام، السحر، الرقصة للسامبا البرازيلية، للإبداعات، للسحر، للهيمنة. هذا قد عدت إليكم من جديد واستدعيت لمنتخب البرازيل لحتى أمثلهم بكأس العالم 2026. الحماس كبير، ماركينوس، إسماعيلين وفينيسيوس، العنوان الأكبر للبرازيل. مجموعتنا بكأس العالم راح تكون إيطاليا، المجهر، رومانيا. الحلقة الأصعب هي إيطاليا، ولكن بإذن الله بنتأهل. خلينا نشوف هل راح يكون أساسي. اللي بيحب يرحب فيني بعد عودتي من الزواج لأبدأ أنزلكم إن شاء الله يوميا، يضغط على زر لايك ويبارك لي بالتعليقات، بنفس اشتركوا بالقناة، بدي وصل مليون يا جماعة، الطاقة مليون، الحماس ألف، وهي بنا فلنطلق. إذن أول مباراة راح تكون ضد المجهر، ولكن المفاجأة أنه أنا احتياطي بنظر المدرب، عم حاول أعمل تدريبات ما مشي الحال، راح نفوت ونشوف هل راح أنزل بهاي المباراة. أبدا ما راح يختارني، فينيسيوس موجود، جيسوس موجود، أنتوني موجود، آرتور، يا رب يفوز بهاي المباراة. ما فيني أعمل شيء، بدي أخدم القميص، بدي أخدم المنتخب وأرضى بقرار المدرب، ولكن رح أحاول أتدرب أكثر لحتى أنزل المباريات القادمة. فيني وأنتوني حسم المباراة أمام المجهر، 3 نقاط 8. المباراة الثانية كمان بنفس الوقت المدرب ما عم يختارني، هذا شيء ظلم يا جماعة. أنا نجم الدوري الألماني، نجم مع بايرن ميونخ، مسجل 23 هدف، عامل 11 أسيست، يبدو إنه ما هو راضي عني بدنيا أبدا أبدا، يبدو إنه شايفني تعبان، ممكن بده يريحني أول مبارتين. خلينا نشوف، نستمر ونشوف. البرازيل هل ضمنت التأهل؟ 2-2، الحسم راح يكون بالمباراة الأخيرة، تعادلنا مع رومانيا بشكل مفاجئ. 4 سنين وأنا منتظر هاي اللحظة لمسي للمنتخب البرازيلي بكأس العالم، وهدفي هو الكأس مع فيني جونيور. يا الله، لحد الآن لساتني احتياطي، تخيل على شوية رضا من المدرب. لا إله إلا الله، ضد إيطاليا المباراة مهمة جدا يا مدرب، ارضى عني أكثر يا مدرب. يا مدرب شو اللي صار؟ انتهى الموسم، يا رب بداية الموسم يكون في شوية تدريب لحتى ارجع ألعب هاي المباراة. اذا حصة تدريبية اخرى، ويا رب يا رب اطلع اطلع اطلع، حلو صرت بديل. اذا المدرب نزلني اخر 6 دقائق ولازم سجل. متعادلين احنا مع ايطاليا حاليا، رح نضمن النقطة الخامسة نحن وايطاليا، ولكن ايضا في مجر لدنسو، يعني ممكن اذا سجلت تكون شيء خرافي جدا واكسب ثقة المدرب اكثر واكثر. طبعا الوضع صعب، 0-0 ضد ايطاليا على المستوى المطلق، رح ننزل راسبادوري، كيزا، فيراتي، هايبرا. حتى ولو كانت اخر دقيقة يا برازيل، سانزل واخدم القميص امامي فابينو. هيا بنا يا اسماعيلينو لنثبت للمدرب باننا الافضل، باننا نستطيع تسجيل امامي خطيرة سيليساو. ناحية يمنى، 1-1 بالمهارة، جميلة 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 جميلة، سجل يا سيليساو. يا مدرب هل تسمعني وتعرف بانني الافضل؟ انا كنت سانقذك لو نزلت من البداية. شوف الكرة الأولى باليسار، نار يا حبيبي نار، دوناروما طار، ركرية أخرى ربما خطيرة يا سيليساو بالراس، إسماعيلين وحدد مرمى دوناروما مرتين. يا مدرب تنزل لي 5 دقائق وماذا تريد مني؟ يا لها من كرة خطيرة. هيا بنا إسماعيلينو لإنقاذ المنتخب البرازيلي، كرة أمامية في ناحية اليمنى، جميلة جدا جميلة جدا، سلمني الكرة إسماعيلينو. القاتلة ذهبت في آخر اللحظات، لكن هل تأهلت البرازيل وإيطاليا سوية بهذا التعادل أم ماذا؟ إذا بعد هذا الأداء، طبعا هو نزل لي 5 دقائق وبده طالب مني 1000 شغلة والتقييم، ونزل لي من البداية، لساتني بديل، ولكن لسه عندي حصص تدريبية وإن شاء الله نكون تأهلنا، بإذن الله تأهلنا، ما أعتقد إنه فارق الأهداف راح يكون إلهم. نعم إذا تأهلنا وراح نلعب ضد الإسبان، ضد ممكن جافي وبيدري المطورين، لأنه نحن بسنة 2026، البرازيل إسبانيا، النرويج هولندا، اليونان بلجيكا، البرتغال إنجلترا، وهي المباريات الثانية. طبعا تأهلنا كثاني المجموعة ب5 نقاط بالتساوي مع المنتخب الإيطالي، ويا له من كأس عالم كبير. طبعا 100% حرام على المدرب انه يطلعني. شوف في تصريحات من إسماعيلينو، اداء مذهل طبعا بألمانيا، إسماعيلينو نجم من نجوم العالم، ولكن بالمنتخب البرازيلي المدرب قرر انه يخليني بديل، ولكن لا علينا، لسه فرصة ثانية ضد اسبانيا. هاي المرة نزلني بداية 75، 2-0 للبرازيل، جيسوس وارتور بالطريق نحو النهائي. يا رب كأس العالم، بدي نزل لي ار دبليو حاليا. المنتخب الاسباني مندفع بشكل مجنون، ربما كرة مقطوعة ومرتدة قاتلة يا سامبا، لكن قريبين جدا. يا على كرة، اسكت المدرب يا سيليساو،
اقتلهم يا سامبا، اقتلهم يا سامبا. تبني رايا فينيسيوس جونيور، ثنائية جميلة بين فيني وإسماعيلينو، عرضي يا رايا، والآن في المرمى اسكت يا مدرب وافهم بأنني الأفضل. أمامية إسبانية خطيرة قطعت، ربما الآن بعض الثواني لتسجيل هدف يحتسب لك يا سامبا يا مدرب. هل تشاهد؟ هل تشاهد هذه السرعة، هذه المهارة، وهذه الروعة، وهذا المرور وضرب الجزاء؟ يا عيني على رونالدينيو الجديد، ها هو إسماعيلينو عاد إليكم من جديد. أي مرور وأي مهارة، شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة يا عيني يا عيني. أعطني إياها أعطني إياها فينيسيوس. فيني هل تسمعني يا فيني؟ نعم السلسة على التنفيذ، هي كرة العودة للتشكيلة الأساسية، هي الرصاصة التي ستقتل الإسبان. السلسة في ضرب الجزاء قاتل ربما الآن، والرابع نعم السلسة وسجل أربع البرازيل، لا شيء الإسبان. نعم عدني للتشكيلة الأساسية، فيني يا فيني يا فيني يا فيني، سنجل بلقب كأس العالم للبرازيل، والنجمة السادسة ستكون موجودة بإذن الله. هذا هو هدف العودة، تأهل كبير ومساهمة رائعة بعد نزول السلساو في آخر دقائق. شوف الفرحة واضحة على الوجه زميلي فيني جونيور، ربما يكون زميلي الجديد في النادي الجديد الذي سينتقل إليه، لا نعرف لحد الآن. طبعا تقييم 8.7 واحتسبوا لي الهدفين، سجلت هدفين بمباراة واحدة بربع ساعة، فيا مدرب يا مدرب اوعك تحطني بديل، خلاص بكفي. إذا بالربع النهائي راح نواجه النرويج، ويبدو أن الطريق مفتوح، بلجيكا البرتغال، الأرجنتين الدنمارك، إيطاليا فرنسا. ياه والله أسماء كبيرة جدا يا جماعة، فزنا على إسبانيا، وحاليا أسهل مباراة ممكن نواجهها كنا هي النرويج والدنمارك، وواجهنا النرويج بإذن الله قادرين، ولكن هالاند وما أدراك ما هالاند. خلينا نشوف، نزلني إذا بالدقيقة 75 فايزين 3-0، ما في داعي، فقط لازم أخذ تقييم. طبعا هالاند كان موجود، سهل المباراة للبرازيل. طبعا بيدرو سجل، جواو، جيسوس سجل، هيا بنا فلننتقل للنصف نهائي، اقتربنا من اللقب. مرة أخرى رقم 80 الأيقونة البرازيلية، النجم الأول لبايرن ميونخ في سنة 2026 ينزل لأرض الميدان لكي يسجل البرازيل. الكرة في ركنية ينفذها نفسه هو إسماعيلينو، عرضية بالرأس ماركينو، أمامية أول استلام من السامبا، إسماعيلينو اختراق، هذا اختراق غير طبيعي بدون لا يذهب يمين ولا شمال ولا مهارة، فورا نحو المرمى، لكن الكرة ذهبت. إسماعيلينو عرضية جميلة والكرة ارتدت، عادت حول منطقة الجزاء، ربما الآن هدف من أهدافك الإعجازية الجميلة. بالرأس صعب على الحراس، بالرأس، وما أجمل هذا الرأس يا مدرب. يكفي يا مدرب على دكة البدلاء، هذا عدت وسجلت. شوف 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 الكرة بالرأس، ما أجملك. ضغط عالي من النرويج، ربما تأتي المرتدة الآن من البرازيلاو من السيلسياو. شوف الكرة والانطلاقة، سرعة كبيرة لإسماعيلينو، يحاول الاستلام يحاول الاستلام، إذا استلم خطير. يا حكم يا حكم يا حكم، الكرة كرة جول، الكرة كرة جول، آسو جولاسو جولاسو جولاسو، الخامس من إسماعيلينو، انطلاقة جميلة. وين التقييم يا مدرب؟ وين التقييم يا مدرب؟ وين الأساس يا مدرب؟ نعم خمسة البرازيل، لا شيء النرويج. نعم إذن تقريبا يعني أداء عالي، بس التمريرات كان بده 7 تمريرات. طب أنا كيف بربع ساعة بدي أعمل 7 تمريرات؟ ما علينا يا سامبا، هذا فيني، هذا صديقي، هذا يجي يسلم علي فيني، أنا أحبك يا فيني جونيور. نعم إذن لحد الآن ماني أساسي، لساتني بديل، ولكن الحمد لله أنه عم بنزل بالمباريات، قصة تدريبية ربما ترفعني لأكون أساسي. والله مع باين حي الله تدريب عم يرفعوني للأساس يا أخي، ارفع يا مدرب ارفع. آخ ضل شوي، ممكن النهائي، تخيل إنه النهائي يكون فيها أساسي، يعني بعد كل هالمباريات تكون على الدكة بعدين تكون أساسي. ما علينا، مباراتنا ضد دون كريستيانو رونالدو، زميلي في البايرن ميونخ، زملاء في النادي وخصوم في كأس العالم، نصف نهائي
لا يصدق. البرازيل، البرتغال، إيطاليا، الأرجنتين، هناك ميسي وهنا رونالدو وهنا في سامبا إسماعيلينو. يا لها من مباراة بديل. أنا موجود طبعا، أنا سجلت هدفين بالفوز اللي فزنا فيه. هاي الصحافة عم تحكي عن هذا الشيء. وحاليا مباراة كبيرة جدا جدا، 1-1 دقيقة 64، كريستيانو مانو أساسي، ممكن ينزل كمان كريستيانو. نزلني آر دبليو معي وقتي، معي 26 دقيقة لسجل هدف الفوز ونتأهل للنهائي. حماس ما بعد حماس صراحة، صارت هيك أحلى، فيها مهمات أكثر وأحلى من الأساسي صراحة، أحلى من الأساسي. هيا بنا أمامية برازيلية، أول لمسات إسماعيلينو، كيف ستكون؟ هل تكون في الشباك لمسة ومهارة وتقدم في السرعة القصوى من الناحية اليمنى؟ خطيرة جدا، هناك هناك خطيرة بالرأس، هو مصدر الخطورة إسماعيلينو. عادت حول منطقة الجزاء، تمرير محاولة، قريبين من التسجيل يا برازيل. الكرة فيني، فينيسيوس جونيور، عرضية بالرأس العارضة للمرة الثانية، يا الله. البريس العالي من لاعبي المنتخب البرازيلي على دفاعات البرتغيز، اضغط وافتك الكرة يا فيني يا فيني يا فيني. ما زالت حول منطقة الجزاء، يا لهم من البرازيل ويا لهم من روح عالية. خطفت، ضاعها في المرمى يا ردوري. كرة والطلقة والضربة، وهو يا لهم من حماس كبير. فابينو، تمريرة أمامية خطيرة جدا، إسامة داخل منطقة الجزاء خطيرة، اللاعب على أرض الميدان، وش ممكن هذا؟ ضربتها في زميلي يا فيني يا فيني. ضاعت الكرة ومرت الكرة، وكأس عالم من نار. مقترب اقترب، خطوة واحدة يا سامبا بالمهارة، يمر من لاعبين والثلاثة ويمرر بشكل جميل. فيني جونيور لمسها، جيسوس المصاب، إسماعيلينو، يا الله جيسوس، يا إلهي على كرة. 1-1 نحو شوطين إضافيين. أنتوني أو رافينا عفوا الذي نزل أيضا في الشوط الثاني. الأمامية السلساو رائعة جدا، قاتلة قاتلة، أي تحرك، أي مرور، أي كرة حاسمة نحو نهاية كأس العالم. السلساو هو الذي حسمها، وشكرا يا فابينو على تمريره من زمر آخر. الذي مررها فابينو عبر رونالدينيو، لا أصدق هذه التمريرة الحاسمة وإنهاء ما بعد إنهاء نحو نهاية كأس العالم. هدف قاتل يا سامبا، أساسي ولا مو أساسي يا مدرب؟ المدرب وأخيرا صفق للسامبا، ربما أكون أساسي في نهاية كأس العالم. احذروهم احذروهم احذروهم، لا تخطئ في الدفاع يا لبوبا. شوف البريس، شوف البريس، هذا بريس مجنون لا يريد أن الخروج. السلسة وانطلق، وكرة كرة 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 كرة، برازيل، جولاسو 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 جولاسو، انفجر السلساو نحو لقب كأس العالم. فيم 10 من 10، هل هذه العشرة ستجعلني أساسي في نهاية؟ مدرب يا ظالم، أنا رأيت من أنقذك وأهلك إلى النهاية يا مدرب يا ظالم. السلساو لمسة والثانية ما في تسلل، خلاص 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 خلاص، ختم كرة القدم خلاص. هذا المرور يدرس هذا لعشاق الظاهرة رونالدو، إليكم لمحة من أيام الظاهرة، هذه لا يفعلها إلا الكبار. شوف كرة وتمويه ومرور وجمال، يا له من مرور، والكرة كانت عرضية في المرمى. المجنون البرتغال كلهم في منطقتنا يريدون العودة، ربما يعودون، احذروهم احذروهم. الثاني، تأهل كبير بأقدام إسماعيلينو هنا في نصف نهائي كأس العالم، ربما يخول ليكون أساسيا في النهائي. يا لها مباراة العمر هذه يا كبير، مباراة العمر، حي الجماهير، الجماهير البرازيل كلها تصفق لهذا الكبير. إذن بعد هذا الأداء الخرافي لحد الآن لساتني بديل، يعني شوف ظل اللي حبه كان ممكن يكون أساسي، لكن المدرب لحد الآن ما أنا مقتنع أنه أنا أساسي. لا علينا لا علينا، سامبا أفضل لاعب كان في هذه المباراة، أنا يهمني الشعار. إذن يسجل هدفين في فوز البرازيل، مو باين. جيسوس 4 أسابيع يعني الإصابة، ربما يحطني رأس حرب، يحطني. طيب هاي في لاعب مصاب، طيب يعني حطني. أوه هو هو، ناقف الغريم التقليدي، البرازيل الأرجنتيني، هاي كأس العالم 2026،
يا له من نهائي ويا ويلي على المعركة اللي بدها تصير. يا أخي ليش ما تحطني أساسي يا مدرب؟ حرام عليك، أقسم بالله حرام عليك. هاي المباراة أنا مثل المجنون أريد اللعب فيها، قصة تدريبية ممكن تخليني أساسي بنهائي كأس العالم. تخيل كل المباريات لعبتها احتياطي والآن ممكن أساسي. ممكن 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 ممكن، نعم أنا أساسي بنهائي كأس العالم. آخر لحظة صرت أساسي، يا ربي لعب لي يا رب إن شاء الله. حاليا أنا أساسي فوق، ما تعمل لي مشاكل. حلو، أنا رأس حربي مكان جيسوس، فينيسيوس على يساري، أنتوني، ميسي موجود هناك. أي 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 أي. لا أرى في تشكيلة الأرجنتين غير هذا الليو. ليو ضد إسماعيلين في نهائي كأس العالم 2026. هيا بنا. نعم، إيثان تيفولي روبرتو كارلوس، الأيقونة البرازيلية، صاحب التسديدات الصاروخية. فاليوم هل ينطلق إسماعيلين بسرعة صاروخية ويسجل الأهداف كالعادة ويصنع نهائي كأس عالم لصالح البرا؟ أوهوهو، وين كأس العالم؟ وين؟ أوهوهو، مررت من جانب، أريد أن ألمس كأس العالم، أريد أن أرفعه. برازيليا ضغط عالي منذ البداية، السامبا يحاول الاختراق حول منطقة الجزاء. يا مرورك يا جمالك، أوهوهو، هدف تاريخي كاد أن يكون بمرور جميل، ولكن الكرة في العارضة والمتابعة ذهبت. تهديد برازيليا، ولكن تكون إسماعيلين يحاول بالمهارة، ما زالت. يا عيني على مرورك، يا عيني على تقدمك ومحاولتك. دوخهم دوخهم دوخهم، هذا السلساو وعرضها بالرأس، ضرب الجزاء حق مارتينيز. أرجنتينية حول منطقة الجزاء لأول الأهداف، واليسان. برازيليا، نحن الأقرب لللقب، لكن لحد الآن 0-0 في لغة الأرقام. بالأداء 100 البرازيل، 100 على 100 يا برازيل. جميل أمامية، إسماعيلين لمسة هناك. ريبيري بيري 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 بيري. صراعة برازيلية، سيلساو من إسماعيلين، 100% على طريقة رونالديني وضعها، وفيني لم يخذلني فيني. شوف الكرة والاستلام، شوف التمريرة الرائعة على طبق من ذهب يا فيني. أي تمريرة صرعت يا إسماعيلين لفينيسيوس، وأي إنهاء يا فينيسيوس من أول لمسة وضعها في الشباك. البرازيل 1 الأرجنتين لا شيء. سيلساو رائعة وجميلة، لمسة هناك لفيني، واحدة من فيني لإسماعيلين. إسماعيلين وفيني الثنائي ذهب برائع. شوف الكرات المتبادلة والاختراق في السرعة القصوى. كرة إسماعيلينو، فينيسيوس جونيور مرة أخرى. أوهوهوهو، 1-0 بصناعة هذا المجنون. لمسة خطيرة، وآليسون مجنون، محاولة داخل منطقة الجزاء. آليسون أرجنتينية، الأرجنتين خطيرة، أوبا من على خط المرمى. وكأس العالم وبطولة رائعة، شوف حتى في نهاية كأس العالم تألق تألق ما بعده تألق، ومرور ومهارة، ودوخهم وجننهم ومهارات ما بعدها، ما أنزل الله بها من سلطان. فابينو تمرير أمامية برازيلية لقتل المباراة. يا فابينو مرر لي، يا فابينو. دفاع كبير من المنتخب الأرجنتيني على مرمى البرازيل، إما أن نعدل النتيجة ونقبل الثاني، هكذا يقولون. لا يوجد شيء نخسره، ربما يكسبون. عادة المرتدة، الدقيقة الأخيرة نحو لقب كأس العالم. البرازيل بطلة لكأس العالم، خلصت كأس العالم في 2002، كانت آخر نجمة، النجمة الخامسة، واليوم نزرع النجمة السادسة على قميص البرازيل. السلساو والسامبا البرازيل، أعشقكم. نعم، بأقدامي سجلت الهدف القاتل، صنعته لفيني جونيور في مباراة مجنونة أمام الأرجنتين. أعطوني صورة إسماعيلين، وأعطوني وجه ميسي المنبهر بهذه المباراة. ماركينوس هو من سيحمل الكأس، نحن أبطالا لكأس العالم 2026 بأقدامي. فينيسيوس جونيور الذي سجل هدفا مجنونا رائعا. احتفل يا سامبا، احتفل يا برازيل، فهي بطولة العالم الأولى، هي كأس العالم، هو نهائي العالم. إذن احتفال طال انتظاره، احتفال سيجعل إسماعيلين الآن مرغوب من كل أندية العالم. ربما بعد هذا التتويج بكأس العالم يأتينا عرض من برشلونة، ريال مدريد، من الأندية الكبيرة جدا. لذلك لا أعرف إلى أين سأنتقل، الأرض ستنهال على السامبا. نعم، أنا أقف وراء ماركينوس على أمل أن أكون قائدا في يوم من الأيام للبرازيل. I
Superstar.